شايفين دي يا جماعة؟ دي الزوائد الجلدية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني. بقالي كتير ما عملتش فيديوهات، فقلت اعمل لكم فيديو عشان ناس كتير كلمتني برضو. الزوائد الجلدية يا محمد بتطلع لي كتير وبتضرني، وبشوف فيديوهات انت بتعملها وبتربطها. حقيقي الكلام ده بيحصل. بصوا يا جماعة، وناس كتير في تعليقات بتيجي تقول لي ده مش في تخصصك والحاجات ديت. بص يا جماعه، انا بقالي فتره كبيره في المهنه ديت، فانا اي معلومات بطلعها زي ما انا قلت في كلام كتير لوجه الله ثم مرضات ربنا ثم مرضاتكم. احنا في مهنتنا ديت مر علينا حاجات كتير، والزوائد الجلديه اللي زي ديت عمرها ما كانت مضره. هي اكيد لها اضرار هي بتطلع منها، بس انا ما عنديش المعلومات الكافيه بيها. بس الفكره ان احنا اتعلمنا عليها والجدود اتعلموا عليها ان احنا نشيلها ازاي. زمان كنا بنتعلم اي خيط حصان، دي الحصان رفيع، ونربطه بيها. ده كان بيوقعها في خلال 3 ايام. طيب انت ما عندكش الكلام ده، وانا عملت فيديوهات كتير عليه، حتى لدرجه اللي هي موجوده تحت الجفن، موجوده تحت الابط، في اماكن كتيره بتبقى موجوده فيها. في ناس كتير كلمتني قالت لي في اماكن كمان لدرجه ان هي حساسه. طول ما انت بتربطها بالخيط ده ما تخافش، مش هيبقى ضرر. هي فكره الزوائد الجلديه اللي احنا عايزين نمنع اصلا الدم عنها او ضخ الدم عنها، فبالتالي بتبدا تقع بعد 3 ايام. كل ما عليك اللي انت هتعمل ايه؟ خيط زي ده كده اهو، او لو في خيط رفيع قوي جدا عندك وهتمسكها بنفس الطريقه كده، بص اهو، هتعمل عليها عمليه عقد الدم عنها، ما توصلش الدم. اي حاجه يا جماعه، حتى لو في الصباع، في اي مكان ربطته جامد صباعك، لو انت ربطت عليه خيط جامد وسبته فتره طويله، لا قدر الله هينزل، هيقع. ده طبيعي عشان انت منعت الدم عنه. كذلك احنا الزوائد الجلديه بنعمل عليها بنفس الطريقه كده اهو، هتدوس عليها جامد، هي توجع في اول دلوقتي اهو كده، بس بعد كده سيد الناس بنفس الطريقه، عقده كمان. طيب الكلام ده 3 ايام بالظبط ان شاء الله، 3 ايام وهتلاقيها وقعت معاك ومش هتحس بيها، مفيش اي ضرر. ما تخافوش يا جماعه، كلام الدكاتره على عيني وعلى راسي، روح لدكتور وشيلها وكل حاجه. هتروح تدفع في زيتا بالصلاه على النبي تقيله، وفي الاخر طريقها سهل جدا، ان انت تعقد عنها الدم لمده 3 ايام. عايز تروح لدكاتره خير وبركه، عايز تسمع كلامي انا كعبد صغير عندي معلومات، بحاول ان انا بسهل الناس كلها خير وبركه. ربنا يا رب، احنا مش محتاجين منكم اصلا غير الدعوه بس حلوه لله في الكومنتات، اي حاجه تحفيزه بس، دعوه. عايز دعوه يا قمر، وما تنساش تعمل اللايك والاشتراك، دعم ليا. وبعد كده يا سيدي الناس هتعمل ايه، او يا ست الكل هتعملي ايه؟ هتبداي تقطعيها نفس الطريقه دي 3 ايام بالظبط، 3 ايام بفضل الله مش هتلاقيها. مش عايز منكم غير زي ما انا قلت دعوه حلوه، ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.